اخبار النادي الاهلي يعني النهارده الاهلي راحه، لكن الجميل بقى ان رغم ان الاهلي راحه الكل عمال يتفنن ويتجمل بهدف قفشه، راسيه محمد الشريف اللي ابتدى البعض بيقارنها بالامس بارتفاع وارتقاء لكريستيانو رونالدو. يعني النهارده الاهلاويه عارف كده استاذ عبد الناصر اللي خلص امتحانه ومبسوط بالاداء اللي عمله او بالنتيجه اللي عملها، فقاعد بقى في البيت كده بيتمزج. فالنهارده الاهلاويه على السوشيال ميديا بصراحه بكل الصفحات، عشان يعني سواء يعني مش عايز اذكر اسماء، لكن بصراحه الناس مبسوطه وفي سعاده كبيره جدا 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 بتعلق محمد شريف بضربات راس وخبره قفشه. والنهارده الناس بتتكلم اكتر من حاجه و50 متر قفشه جاب الهدف يعني الجميل في مصر المقصه اللي بيزود له دوافع وبيزود له ثقه في نفسه قبل لقاء كايزر تشيفز. فالنهارده الاهلاويه بيحتفلوا بالفوز برباعيه على مصر المقصه، بيحتفلوا باهداف محمد الشريف، بيحتفلوا بمكاسب الفوز على المقصه زي عوده محمد هاني تواجد وسط مار كهربا، عوده مروان محسن، دي كل دي امور ايجابيه. صح كلامك مظبوط يا ابو حميد، كمان حتى الجمهور متفائل قبل ساعات من السفر، ويمكن احنا هنعرض دلوقتي اهو على الشاشه، هنعرض دلوقتي للناس على الشاشه المتصدر تويتر 4 هاشتاجات كلهم اهلاويه عن العاشره، يمكن اهو وانتوا معانا اهو بنعرض اهو، وبعت لكم المتصدر تويتر 4 هاشتاجات: خطوه على الحلم يا اهلي، هاشتاج العاشره ممكن، بعون الله العشرة أهلوية، النجمة العشرة أهلوية، دول الأربعة المتصدرين تويتر مصر. ولسه ولسه اللي جاي كمان أكتر وأكتر وأكتر، والنادي الأهلي بإذن الله يعني راحة سلبية 24 ساعة، خلاص من النهاردة بقى دلوقتي حالة تركيز شديد جدا 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 للدخول في أجواء نهاية البطولة الأفريقية، حلم الأهلوية، حلم بمعنى حلم، ده مجهود سنة كاملة، مجهود موسم كامل، مجهود فريق يعني من اوله لاخره، من رئيس مجلس الاداره الاصغر حد في الفريق، فالمنظومه كلها مستنيه لل 90 دقيقه دي ان شاء الله الاهلي يفرح ويسعد الجماهير المصريه والعربيه في كل العالم كله ويتوج بالبطوله الافريقيه العاشره في تاريخه. خلينا نوضح يعني عشان بس الناس تبقى متخيله الاجواء، النادي الاهلي عنده مران باذن الله صباح الثلاثاء بملعب مختار الفيتش، ده البرنامج خلينا نقوله حصريا لكل متابعي موقع تحيا مصر والاعلامي عبد الناصر زيدان. زي ما موسيماني يعني عن طريق الجهاز الاداري ابلغ اللعيبه، التواجد هيكون في ملعب مختار الفيتش فيها 9 صباحا، هيكون فيه طبعا محاضره فنيه ثم المران، بعد كده الفريق هيكون هيظل موجود في يعني النادي علشان تناول وجبه الغذاء، وبعد كده يتحرك الفريق لمطار القاهره علشان يسافر في الطياره. الطياره من المفترض هتتحرك فيها الثالثه عصرا، هي طائره خاصه شركه مصر للطيران، هتتحرك فيها الثالثه عصرا باذن الله. اعتذر ليك يا ابو حميد، اعتذر، البيضاء 8 مساء ان شاء الله.